المشروع الصهيوني الذي كان هدفه الأساسي ضرب المشروع القومي، ضرب الوحدة العربية، من أجل أن يؤسس أيضا لمشروع قومي ينطلق من تحرير فلسطين وبالتأكيد عبر المقاومة. فمشروع القومي لجمال عبد الناصر كان مشروعا مقاوما بكل معنى الكلمة، وبهذه المقاومة استطاع جمال عبد الناصر أن يواجه كل التحديات التي فرضت عليه وأن يصمد أمامها وأن يؤسس بثقافة المقاومة التي ما زالت مستمرة حتى الساعة رغم كل ما نراه من تشويه أو من تجاوزات. أقول هذا الكلام لأعود فأربط هذا المشروع القومي بالأمس بمشروع قومي اليوم يتمثل المشروع الحضاري العربي. أيها الإخوة، اسمحوا لي ولو بتفصيل بسيط أن أذكر بأنه عام 85 قام مركز دراسات الوحدة العربية وعلى رأسه الأخ الكبير أحد رفاق جمال عبد الناصر في مسيرته القومية الدكتور خالد بن حسين شفاه الله وأعانه، والذي يتولى اليوم مسؤولية المركز الأخ الكبير الدكتور أحمد يوسف أحمد. هذا المركز سنة 85 قام بدراسة استشرافية لمستقبل الأمة العربية، ونحن ننعقد تحت ندوة عبد الناصر مستقبل الأمة. أقول وصل إلى نتائج بسيطة، كان قد وصل إلى عبد الناصر بالحس السياسي المرهف وبالحس القومي المرهف، قال أمتنا أمام ثلاث مشاهد، إذا بقيت كما هي الآن فذاهبة إلى التفتت، وإذا اتفق بناء منظومات إقليمية كمجلس التعاون العربي أو اتحاد المغرب العربي أو التجمعات الإقليمية منظومة التعاون الخليجي فهذا لا أكثر من المحاضرة. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات. أيوة. الأخوات والأخوات سوكيتو أحسن. أنا في الندوة دلوقتي في الندوة. أيها الكرام، أولا أن أوجه التحية والتقدير مع الشكر للجنة القومية المصرية لإحياء مئوية القائد المعلم جمال عبد الناصر. وأود في البداية أن أشير إلى أن هناك خلط واختلاط عند مشككين وعند أبرياء بين مبادئ عبد الناصر أو مبادئ ثورة يوليو الناصرية وما بين التجربة بس التي تمت في مصر وعلى الصعيد الخارجي. 50 جنيه خلط، يعني بيجي واحد بيقول لك والله انتوا بخمسين انهزمتوا ب67 انهزمت لا بخمسين مثلا، هيدا له علاقة بالتجربة، ما له علاقة بالمبادئ. ولكن أرد سريعا على موضوع 67 لم يهزم المشروع القومي الموسيقى العربية، وإنما انهزمت العصبية القطرية التي رفضت التضامن العربي لمواجهة العدو الصهيوني، لأن المشروع لعبد الناصر من 64 وهو ينادي وعقد قمة عربية من أجل قضية تحويل مجرى نهر الأردن ولم يسمعوا، وحتى كان هناك صراع مع البعث استدعى البعث إلى مصر ونسي كل المشاكل لتوليد تضامن عربي في مواجهة إسرائيل، ودعا لقيادة عسكرية مشتركة. إذن هذه الأدوات لو كانت سنة 67 لما أحقت بنا الهزيمة على هذا النحو الذي تم، والهزيمة كانت للمشروع القطري وليس للمشروع القومي، وهي مسألة في غاية الأهمية لننشرها على أوسع نطاق. أعود للفكرة الأساسية، يقولون صارت الناصرية رجعية، يعني انتم تتحكم عن القرن 21 تجربة بالخمسينات. هنا انت بس عم تحكي عن ناحية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، تغيرت ظروف كثير وتغير العالم وصار في عالمي متغيرات دولية وإقليمية، صار في متغيرات تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير. حتى عبد الناصر سمى تجربة خطا، خصوصا من 52 فلسفة الثورة ل 62 الميثاق الوطني وما بعدها،
تجربة وخطاء هذه تجربة، ما حدا بيدافع عنها وبيقول انه مقدسة او معصومة. اما المبادئ تخلط التجربة مع المبادئ؟ لا لا يا حبيبي لا. المبادئ الناصرية او ثورة يوليو الناصرية تبدأ في الايمان الديني بالميثاق، ايمان لا يتزعزع بجوهر الرسالات السماوية الخالدة وخاتمها الاسلام العظيم. طيب بدون تفريط او افراط، بدون تعصب او الحاد. طيب هذه القضية قضية الايمان الديني تتغير اليوم على القرن 21؟ سؤال سخيف. موجودة الى ما شاء الله لينتهي الكون. لما بتقول الحرية بمعناها السياسي والاقتصادي، حرية وطن وحرية مواطن، شو فيها تغيير؟ ألسنا بحاجة إلى حرية الوطن من القواعد الاستعمارية التي نراها اليوم منتشرة وصوت أمريكا طاغي في بعض البلدان؟ طبعا بحاجة نحن إلى الحرية وإلى التحرر وإلى الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. نحن بحاجة إلى ديمقراطية قوى الشعب العاملة والمنتجة والمحرومة، لأن السائد في الأنظمة عموما إما حكم الطبقة أو حكم النخبة. فديمقراطية قوى الشعب العاملة حاجة في الوطن العربي كله. لما تقول استقلال قومي عن الاستعمار، هيدي نحن بحاجة إلى ولا لا في عصر التبعية والتشرذم وقواعد؟ طبعا بحاجة. إذن لما بتقول مبادئ هي للماضي والحاضر والمستقبل. لما بتقول العروبة، طيب أنا بسأل سؤال يا أخي، ما عجبكم مشروع عبد الناصر؟ شو طرحتوا أنتم سنة 70 مليون؟ المشككين والمعادين، شو المشاريع اللي طرحوها على المنطقة العربية أحسن من المشروع الوحدوي الناصري، سواء مبادئ ولا تجربة؟ شو عندكم؟ اجتنا عصبيات طائفية أممية خربت المنطقة العربية وكانت أحد أدوات مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي، ولا زالت على ضعفها تتحرك. هيدا بديل؟ هيدا بديل تقدمي أفضل للمشروع الناصري؟ عصبيات قطرية، تعريب الصراع بدل الصراع العربي الإسرائيلي، أو أسلمت الصراع. نحن دعاة تضامن عربي حتى أدنى ثم حتى أقصى وحدة عربية. طيب أنتو طرحتوا إيديولوجيات فئوية. العصبية القطرية شو عملت المضادة للتضامن العربي؟ وين التنمية بأي قطر عربي بالمعنى الشامل؟ وين الدفاع الوطني ضد الأعداء؟ وينه؟ إذن أنتم بالعصبية القطرية التي طرحتموها بديلا عن المشروع الوحدوي فشلتم، وبالتنمية فشلتم. هيدا السر يا أخوان اللي بيخلي صور عبد الناصر تنتشر في العواصم العربية، وأولها مصر في يناير ويونيو، والآن في المئويات التي تقوم بعدد من البلاد العربية وأولها مصر الرائدة والقائدة. لأنه في حاجة عند الناس للمشروع بعد أن سقطت وفشلت المشاريع البديلة. هيدا الأساس من الموضوع كله. من هنا ننتقل بسرعة إلى المشروع الوحدوي الجديد. عبد الناصر قال نراجع أساليبنا ولا نتراجع عن غايتنا، وقال سنة 62 بعد صدور الميثاق كل 10 سنوات نعيد النظر بالميثاق، وقال قبلها عن التجربة سماها تجربة وخطأ. وعند الطبيعي إذن بملامح المشروع الوحدوي الجديد يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بين المبادئ والتجربة. فإذا كان المبدأ وحدة عربية، كيف تكون الوحدة؟ مررنا بوحدة اندماجية بغض النظر عن مؤامرات الاستعمار لم تنجح. نحن طرحنا منذ فترة مشروع نهضوي متجدد يقوم على تكامل الوطنيات،
ما فيش وحدة اندماجية ولا وطنية تستوعب وطنية أخرى، أو يسيطر قطر على قطر بالمودة أو بالتدخل العنفي. الوحدة مضمونها ديمقراطي. وعبد الناصر يجوا لعنده بعد الانفصال ضباط من سوريا قالوا له بدنا نعيد الوحدة، قالوا نعيد. إجماع شعبي عندي هو الأساس. إجا عبد الله السلام من اليمن قال له دخيلك بعد 67 إذا تركتنا حيصير وكذا وتنقلب الأمور. قال له ما فيني أعمل وحدة يا حبيبي إلا إذا كان في إجماع شعبي عليه. إذا عبد الناصر اشترط الوحدة الوطنية كأساس للوحدة العربية. مشروع الوحدة والمتقدم النهضوي الجديد بيقوم على الحريات العامة. ما في حزب حاكم، لا اتحاد اشتراكي ولا غيره، ما في حزب حاكم. في تعددية سياسية ديمقراطية، في حقوق إنسان، في حريات عامة وحرية تعبير بالدرجة الأولى. هذه من ملامح المشروع الوحدوي الجديد. بقيت مع الاستقلال القومي بطبيعة الحال. الله الآن آخر ملاحظة بدي أقولها، العروبة اللي طرحها عبد الناصر. نحن قرينا بالأول العروبة ما اخترعها عبد الناصر، عبد الناصر قال هو إنه قومية العربية قبل جمال عبد الناصر وستبقى بعد جمال عبد الناصر. العروبة يا أخوان تكونت عنا، حتى الفراعنة أصل عربي من الجزيرة، والكنعانيين والأشوريين. العروبة عنا آلاف السنين من قبل الميلاد، إجا الفتح العربي الإسلامي تفاعل مع الحضارات الموجودة، فرعونية أشورية كلدانية كنعانية، تفاعل معها إيجابيا، استفاد بما لا يتناقض مع الدين وطور، وصارت الناس عرب من المحيط إلى الخليج. قديش إجا على فلسطين احتلالات وغزوات، لما راحوا للإنجليز سنة 17 احتلوا فلسطين لقيوا شعب عربي، تقاليد عربية، قيم دينية، كأنه ما مرق عليها غزو، فبقيت العروبة غلابة. لذلك أنا ضد الفكرة اللي بتقول أنه والله القومية العربية اللي طلعها عبد الناصر هيدي تنسجم مع الحركات القومية والفكرة القومية التي انطلقت في أوروبا في القرن التاسع عشر. 19 ولا 20 نان انت جاي، مين قال لك جديد القومية العربية؟ العروبة موجودة، ولكن حركات قومية من أجل أن تتقدم نحو الهدف الوحدوي هيدي كان في بعضها بعض الأفكار القومية أو غيره. عندما عبد الناصر إضافة للقومية العربية كان حركة باتجاه الوحدة، وجسدها مع سوريا عام 58 حركة قومية، أطلق حركة قومية. وهنا أقول فارق كبير بين الانتماء للعروبة وبين الانتساب للأنظمة. في خلط مقصود من الإعلام العربي الخليجي ولا أمريكي ولا غيره بين الأنظمة والعروبة. بيجي نظام عربي بيرتكب خطيئة بيحطوا لك بالإعلام لك العرب والعروبة، شوف شو عملوا في النظام الفلاني، شو دخل النظام بالعروبة؟ هذا نظام سياسي يا حبيبي أو حزب يخطئ ويصيب. أما الانتماء للأمة العروبة يعني وحدة الألم والأمل والمصير والمصلحة واللغة والقيم الروحية، شو دخلها بالنظام وبالحركات؟ إما هؤلاء بينسجموا مع أصول العروبة أو بيخرجوا عنها مثل كل الخارجين. إذا في فرق هائل بين الانتماء للعروبة وبين الانتساب للأنظمة. فنحن ما عندنا انتساب للأنظمة، عندنا عروبة. وعروبة عبد الناصر لا فاشية مثل النازيين، ولا نازية مثل الإيطاليين أيام موسوليني ولا أيام هتلر. لها بعد إنساني القومية العربية. من هنا كان تأثيرها كما سلف على العالم الثالث حتى وصلت إلى أمريكا اللاتينية والقارات الثلاث. مع كامل الشكر والتقدير لاستماعكم. شكرا للأخ كمال.
الحقيقة من حركة المرابطون، نحن نتحدث عن المشروع القومي عند جمال عبد الناصر، لابد أن نتطرق لسايكس بيكو 2 وما يحدث في المنطقة العربية، ومشروع وفكرة الحفاظ للدولة على الدولة الوطنية العربية. الدولة الوطنية العربية في كل المنطقة العربية، كيف نحافظ عليها في مواجهة سايكس بيكو 2؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهننا وننتظر إجابة من مفكرنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بشكر الحقيقة اللجنة المنظمة، وأعلم مدى الجهد الذي بذلته في إطار إمكانات محدودة، وأشرف بوجودي على هذه المنصة مع الأخ الكبير الأستاذ معن بشور والأخ الكبير الأستاذ كمال شتيلة، وأشرف أيضا برئاسة الجلسة من قبل الأخ العزيز الأستاذ سيد عبد الغني. وأسعد كثيرا بحضور هذه النخبة المتميزة من كافة أرجاء الوطن العربي، وأشكر بالذات للذين أتوا من خارج مصر تجشمهم مشقة الحضور للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية. الأستاذ معن بشور بدأ حديثه بالتأكيد على أن الحقيقة العربية عند عبد الناصر كانت حقيقة جيوستراتيجية وحقيقة تاريخية، والحقيقة أنه إطلالة إلى قائمة قراءات عبد الناصر عندما كان طالبا في المؤسسات العسكرية تؤكد هذا المعنى الذي ذهب إليه الأستاذ معن بشور. يضاف إلى هذا أنه بالتأكيد تجربته في المشاركة في حرب فلسطين قد أكدت لديه هذه المعاني، بالإضافة إلى أنها أكسبته بعدا وجدانيا في إيمانه العروبي في فلسفة الثورة. عبد الناصر بيقول عندما كان يرى طفلة فلسطينية شاردة بسبب العدوان الصهيوني أنه كان يقول لنفسه كان من الممكن أن تتعرض ابنتي لمثل هذا الموقف. الحقيقة أن عبد الناصر بوادر فكره العروبي بدأت منذ السنوات الأولى للثورة، وربما وصلت هذه المبادئ ذروتها بالكتيب الصغير الشهير فلسفة الثورة الذي تحدث عن نظرية الدوائر الثلاثة، وكانت أولها الدائرة العربية. تحدث فيها بإيجاز لكنه لخص تقريبا وبشكل مبكر كافة أبعاد مشروعه، سواء في مقاومة الاستعمار، سواء في توحيد القوة العربية، وأشار تحديدا إلى البترول وما إلى هذا. إذن فكره فكر مبكر وفكر منظم، لكنه بالإضافة إلى هذا أضاف إلى هذا الفكر التطبيق العمل في الواقع العربي. وأريد أن أركز هنا بسرعة على 5 نقاط توضح مساهمة عبد الناصر في الساحة العربية أو في ساحة النضال العربي. طبعا وفي كل نقطة سوف أركز على نموذج أو 2 على الأكثر لأن الوقت محدود. دور عبد الناصر في دعم حركة التحرر العربي دور لا يمكن أن ينكره أحد، استشهد تحديدا بدوره في دعم الثورة الجزائرية بالسلاح والتدريب والدعاية وكل شيء، واستشهد أيضا بدوره في دعم الثورة التحررية في جنوب اليمن إبان وجود القوات المصرية في شمال اليمن في حماية ثورتها، وأيضا بسبب إدراك عبد الناصر إلى طبيعة العلاقة العضوية بين الاحتلال البريطاني وبين القوى التي كانت تدافع عن نظام الإمامة المتخلف،
فإنه بعد أقل من سنتين من وجوده في اليمن دشن حملة كاملة لدعم حركة التحرر الوطني في جنوب اليمن، والتي تمكنت في زمن قياسي في أن تحرر الجنوب، وكانت أول بارقة أمل بعد هزيمة 67. يمكن بعض من حضراتكم يذكروا كيف أنه في شهر الهزيمة في يونيو 67 حققت حركة التحرر في جنوب اليمن إنجازات محددة في نوفمبر 1967. النقطة الثانية هتكلم عن دور عبد الناصر في حماية الأمن العربي في ظل غيبة تنظيم مؤسسي لهذه الحماية. أعبر سريعا على دوره في صد حلف بغداد، في صد مشروع حلف بغداد الذي كان يرمي إلى ربط النظام العربي بنظام التحالفات الغربية، والنجاح الساحق الذي حققه في هذا الصدد. أربط ذلك بالفعل غير المسبوق في عام 1957 عندما أرسل وحدات عسكرية إلى سوريا لتواجه التهديدات التركية، وكيف أن هذه الوحدات بمجرد وصولها انحصرت التهديد التركي. وفي هذا معنى كبير، لأن هذه الوحدات لم تكن كافية للدفاع عن سوريا ضد أي غزو تركي محتمل، ولكن تركيا فهمت الرسالة أن المواجهة ستكون عربية وليست قطرية، وهذا في اعتقادي أو هذه في اعتقادي نقطة فاصلة. دور عبد الناصر في التصدي لخطر إسرائيل على نهر الأردن والدعوة إلى القمة العربية وتكوين قيادة عربية مشتركة لأول مرة وتعيين قائد ووضع ميزانية وتحصيل الميزانية ووضع خطط لدرء أي عدوان إسرائيلي على المشاريع المائية المضادة التي قررتها القمة. وللأسف وهذا مهم جدا أن كل هذا المجهود قد تعثر بسبب مواقف قطرية، وبالتالي لكنها سابقة لا يمكن أن تنسى. لا ننسى أن عدوان 67 كان أصلا بسبب أن عبد الناصر قد هب لنجدة سوريا إزاء أي تهديد إسرائيلي محتمل. ولا ننسى أيضا أنه بعد وقوع الهزيمة أعاد بناء القوات المسلحة المصرية كأحسن ما تكون، وفي حرب الاستنزاف سطرت هذه القوات إنجازات تاريخية، وكانت هذه القوات التي خاضت حرب أكتوبر سنة 1973. في عام 1967 أيضا أصر عبد الناصر، وكان هذا إحساسا منه بحقيقة الأمن العربي المشترك، أصر على ألا تنسحب القوات المصرية من اليمن رغم هزيمة 67 إلا بعد أن جلت القوات البريطانية عن جنوب اليمن. والحقيقة أن عدوان 67 في تقديري كان هو الرد الطبيعي على نجاح مشروع عبد الناصر بنصرة الثورة في اليمن وقرب تحرير جنوب اليمن. لم تكن قوى الهيمنة الغربية مع إسرائيل لتسمح باستمرار هذا المشروع، ومع ذلك فإن عبد الناصر أصر على البقاء إلى ديسمبر 67 بعد أن أتمت القوات البريطانية جلاءه. النقطة الثالثة عن الوحدة العربية، ولن أكرر ما قاله الأستاذ معن والأستاذ كمال، لكني أود أن أقول أن عبد الناصر كان لديه فهم مبكر لتعقيدات الوحدة. طالب في البداية بالتدرج وبفترة انتقالية، لكن بسبب الوضع الخاص الذي كانت تمر به سوريا قبل الوحدة الفورية. النقطة الثانية في الوحدة أؤكد فيها على ما قاله الأستاذ معن بخصوص حرصه على الوحدة الوطنية، أنه رفض أن يكون حكم سوريا في ظل الوحدة شراكة بينه وبين حزب البعث فقط كما طالب حزب البعث، وإنما أصر على أنه أنجز الوحدة مع كافة الفصائل القومية ويجب أن تشارك هذه الفصائل في الوحدة. النقطة الثالثة التي أريد التركيز
عليها في تجربة الوحدة هي إصراره على ديمقراطية الوسيلة وسلميتها. الوحدة قامت باستفتاء شعبي، وعندما وقع انقلاب الانفصال رفض عبد الناصر أن تكون القوة المسلحة هي أداة الحفاظ على الوحدة. البعض يقول طب ما هو أرسل قوات. لا، أرسل قوات لأنه كانت بعض الوحدات في اللاذقية وحلب ما زالت على ولائها للوحدة، وعندما سلمت لانقلاب الانفصال أمر بإعادة هذه القوات. النقطة الرابعة الوظيفة التطويرية، وهنا أكتفي بمثال دور مصر في حماية الثورة اليمنية الجمهورية التي أخرجت اليمن من ظلام الإمامة إلى القرن العشرين. ودور مصر في اليمن لم يكن دورا عسكريا فقط، ولم يكن المساهمة في تحرير جنوب اليمن فقط، وإنما كان دورا تطويريا يتمثل في دعم الخدمات التعليمية والصحية، والقوات المسلحة نفسها قامت بدور في هذا المجال. النقطة الأخيرة فيما فعله عبد الناصر عربيا تتعلق بموقفه من الأقليات، وهي مشكلة المشاكل التي نواجهها الآن. عبد الناصر أولا أثبت بممارساته فعلا أن فكرة العروبة هي فكرة حاضنة، ويمكن أن تضم كافة الأقليات رغم اعترافنا بالتنوع العرقي والإثني وما إلى هذا. وأنا أذكر جولات عبد الناصر في سوريا، وأذكر الآن المدن التي يقال فيها أن هناك تمردا كرديا أو تمرد. كل هذه المدن مر عليها عبد الناصر وكانت تحتفل به كجماهير تعيش في إطار الحاضنة العربية وتؤيد مشروع الاستقلال الوطني عن الهيمنة الغربية. النقطة الثانية في حديثي وأحاول أن أعبر عليها بسرعة هي استراتيجية عبد الناصر وأدواته. وأود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن عبد الناصر كان رجلا ثوريا، ومع ذلك فإنه لم يضيع أي فرصة لاستراتيجية للعمل العربي تجمع كل الأطراف العربية. معركة حلف بغداد خاضها عبد الناصر جنبا إلى جنب مع النظام السعودي ونظام الإمامة في اليمن قبل النظام السوري، وعندما انقلبت هذه النظم بسبب يعني الحث الأمريكي لها على أن تنقلب حدثت مسألة عداء، وكلنا نعرف الوحدة وما بعد الوحدة وما إلى هذا. ومع ذلك عندما برز التهديد الإسرائيلي لمياه نهر الأردن وجهت دعوة لكافة الحكام العرب واستجابوا، ربما ليس بالضرورة لأنهم يعني مخلصون في الاستجابة، ولكن لأن زخم المشروع العروبي لعبد الناصر في ذلك الوقت كان يجعل من المستحيل عليهم أن يرفضوا دعوته للمشاركة في حماية الأمن العربي. بعد دبلوماسية القمة شعرت النظم المحافظة أن الدائرة ربما تكون قد دارت على عبد الناصر، فعاد مرة أخرى إلى استراتيجية توحيد القوة الثورية العربية، لكنه بعد عدوان 67 قبل من جديد العمل في إطار عربي شامل. والبعض بيلوم على هذا ويقول أنه عبد الناصر رجل ثوري وكان لابد أن يتمسك بالاستراتيجية الثورية على الدوام، وأنا أتصور أن المبررات الواقعية تبرر كثيرا كيف أنه لجأ للإطار العربي في النهاية. ماذا عن أدواته؟ أولا أول أداة كانت زعامته الكاريزمية. عبد الناصر كان يخاطب الجماهير العربية مباشرة، وكان لخطابه أكبر الأثر. وأنا أذكر واقعة محددة عندما أعلنت بريطانيا في فبراير 66 أنها بصدد الجلاء عن الخليج وعدم الاحتفاظ بقاعدة فيه بحلول عام 1968، وكيف أن بعض حكام الخليج تقدموا برجاء إلى بريطانيا أن تؤجل انسحابها. عبد الناصر في خطاب شهير يعني قال لهؤلاء الحكام ما معناه يعني اختشوا على جنبكم يعني
وكان لخطابه هذا يعني أثر كبير لدرجة أنهم أرسلوا له يقولون ما معناه تبنى إلى الله ولكن توقف عن أن تهاجمنا. هذه كانت أداته الأولى. أداته الثانية كانت الإعلام. وأذكر بتجربة صوت العرب وأكتفي به، لأنه أنا أذكر في الاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء صوت العرب، سفير الجزائر في مصر في ذلك الوقت قال أننا بعد الثورة فوجئنا بتدفق هائل في تطور الشباب الجزائري، فجعلنا الفضول نسألهم جميعا لماذا تتطوعون، وكانت الإجابة واحدة منهم جميعا صوت العرب. وبالتالي الأداة الإعلامية كانت أداة بالغة الأهمية في مشروع عبد الناصر. بعد ذلك تأتي أداة مهمة جدا لم تأخذ حقها في الانتشار أو الإعلام عنها، وهي تنظيم الطليعة العربية. وأنا أعلم أنه في هذه القاعة من هم أقدر مني على الحديث عن هذا التنظيم، لكني أكتفي بالقول بأنه كان تنظيما فاعلا ومردوده مردود فاعل، وربما أكبر تنظيمين نجح عبد الناصر في تأسيسهما كان منظمة الشباب في مصر والتنظيم الطليعة العربية. ماذا عن المستقبل؟ ما زال مشروع عبد الناصر بكافة عناصره يعني صالحا للمستقبل. يمكن الأستاذ كمال الفتيلة قال العبارة الصحيحة، نراجع أساليبنا لكن لا نتخلى عن مبادئنا. ما زالت مهام التحرر الوطني قائمة. كيف يعني نتغاضى عن أن فلسطين لم تتحرر بعد، بل إنها لم تأخذ أبسط حقوقها حتى الآن. ربما نحتاج ما عادت القواعد الأجنبية إلى الانتشار في الوطن العربي ليس فقط من قوة عالمية مهيمنة، وإنما للأسف من قوة إقليمية أيضا. إذن مهام التحرر الوطني تبرز بوضوح، ومبادئ عبد الناصر صالحة كل الصلاحية لمواجهتها، وكل ما يتعين علينا هو أن نفكر في الأساليب الملائمة. في الأمن العربي نحن فعلا صحيح الظروف تغيرت، لكن تحركات عبد الناصر في محاولة إنشاء قيادة عربية موحدة يجب أن نعيد التفكير فيها. للأسف واقع الدول العربية الآن لا يساعد على هذا كثيرا. تجربة القوة العربية الموحدة التي اقترحها الرئيس المصري في عام 2015 تجربة يعني مؤلمة بسبب اعتراض عدد من الدول عليها لأسباب يعني لا أريد أن أتعرض لها، لكن علينا على الأقل أن نبدأ بمن يوافق على إنشاء هذه القوة. الوحدة العربية طبعا للأسف تراجعت تراجعا هائلا، يعني حتى التجمعات الفرعية كان آخرها الصامد هو مجلس التعاون الخليجي تفكك الآن. الآن من يؤمن بالوحدة العربية عليه أولا أن يعمل على دعم كيان الدولة الوطنية العربية، ثم بعد ذلك التفكير في الصيغ الملائمة للتكامل العربي، ولنبدأ بالاقتصاد وصولا إلى هدف تحقيق الوحدة الفيدرالية. نحن الآن في أمس الحاجة إلى فكر عبد الناصر في الأقليات. أكراد العراق كانوا يكنون له حبا واحتراما كبيرا، لأنه أدرك مشكلتهم ووضع أسس حلها، وهي حكم ذاتي حقيقي في إطار العروبة وفي إطار الدولة العربية. إذن ما زال الدور التاريخي لعبد الناصر صالحا للمستقبل، وعلينا جميعا أن نفكر في الآليات التي يمكننا بها ترجمة هذا الدور إلى حقيقة في الواقع الراهن. والحقيقة أنه مع كل التقدير للإخوة الذين نظموا هذه الندوة، لكني أدعو كل المؤمنين بمشروع عبد الناصر ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي كله، إلى أن يكون عام 2018 هو عام نشاط متكرر ومستمر، من أجل أن نضع الأفكار المهمة التي وضعت في هذه الندوة، والتي لا يمكن أن يكفي لمناقشتها يوم
واحد من أجل أن نضع هذه الأفكار موضع النقاش العلمي والتفصيل. وشكرا على حسن الاستماع. نشكر الدكتور أحمد يسبحك على تألق الدائم في طرح رؤاه للمستقبل. وقبل ما نبدأ المداخلات كان يفترض أن يكون أحد المتحدثين في هذه الندوة أستاذنا الأستاذ عبد العزيز المغربي، لكن لظرف صحي لم يستطع أن يكون حاضرا، لكنه أرسل بكلمته ليلقيها علينا الأستاذ النائب المصري المحترم الأخ أحمد منقاوي، فليتفضل. اشرب لي نفس معاك عليهم بس عليهم بس كده. نفسين اشرب لي نفسين. خلي نقول عندي فوق. مساء الخير. عايز ابدا بشكر جزيل لاستاذي الاستاذ عبد العظيم المغربي لاسباب عديده. ما يدعو لذكرى الان الحقيقه سببين اساسيين. الأول هو أن يسمح لي بأن أنوب عنه، ده الحقيقة يعني تكريم كبير أن يحظى به تلميذ معبرا عن أستاذه. السبب الثاني أنه يسمح لي أنه أمضي وقت أطول في فعاليات هذه المئوية، لأنه يعني إحنا شاركنا امبارح على عجل، فأن يتاح لي فرصة أن ألتقي بحضراتكم ده امتياز وشرف كبير. طبعا كل الامنيات الشفاء التام لاستاذنا الاستاذ عبد العظيم المغربي اللي ارسل اليكم بكلمات اشرف بتلاوتها تحت عنوان عبد الناصر ثوره متجدده. تاتي الذكرى المئويه لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير 2018 وسط احداث جسام تتعرض لها الامه العربيه وتكاد تعصف بما أنجزته هذه الأمة من تقدم وما قدمته من تضحيات وشهداء. وما يجري في سوريا والعراق وليبيا واليمن خير دليل على ذلك، فقد تدهورت أوضاع الأمة العربية بعد رحيل عبد الناصر، وعادت معظم الدول العربية إلى دائرة النفوذ الغربي، وأقيمت العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في أكثر من موقع داخل الوطن العربي، وخضعت أغلب الدول العربية للسياسات الأمريكية والغربية، مما أحيا من جديد القضية الوطنية باعتبار أولويتها في النضال. والتقت إرادة القوى القومية العربية على العمل معا من أجل مواجهة المخاطر المحيطة بالوطن العربي واكتشاف أفضل السبل لمواجهتها واستعادة القدرة على تجاوزها. وتوافق الجميع على بلورة مشروع نهضوي عربي يكفل تنفيذه استعادة القدرة العربية على هزيمة أعدائها وامتلاك القدرة على بناء مستقبلها وتحقيق نهضتها الشاملة. فهو يتكون من 6 مقومات أساسية هي التجدد الحضاري، الوحدة العربية، الديمقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني. ويتطلب النضال من أجل تحقيق هذا المشروع وضع مكوناته في أولويات سليمة، تبدأ باستعادة الاستقلال الوطني وإنهاء أي مظاهر للهيمنة الأجنبية على أي جزء من الوطن العربي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للأقطار العربية، ورفض الاستعانة بالأجنبي في الأزمات العربية، والعمل بكل قوة من أجل إنهاء كافة مظاهر التدخل الأجنبي على بلاد الوطن العربي.
بعد ما الخمس جزء من الاستقلال الوطني، وهو المدخل الحقيقي للشروع في تنفيذ برامج التنمية المستقلة المقترنة بالعدالة الاجتماعية والعمل من أجل تحقيق أوسع مشاركة شعبية ممكنة. متواصل متواصل، ما فيش بريك ولا حد يشرب حاجة صعبة يعني، إلا بمشاركة شعبية واسعة النطاق تبنى من خلالها مؤسسات سياسية ومنظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية ومهنية واتحادات طلابية ومنظمات شعبية وحركات اجتماعية وجمعيات تعاونية، يتحقق من خلالها الوحدة الوطنية في مواجهة الهيمنة الأجنبية وامتلاك القدرة على إزالة كل مظاهر النفوذ الأجنبي، إضافة إلى دحر الإرهاب الذي دمر الكثير من قدرات الوطن العربي. إن القوى الشعبية العربية مدعوة لبناء جبهة للنضال العربي تضم القوى الناصرية والقومية واليسارية والليبرالية في إطار هذه الجبهة التي يمكنها العمل على امتداد العالم في العديد من الدوائر بدءا بالدائرة العربية والأفريقية والإسلامية وصولا إلى كل مكونات حركات التحرر الوطني العالمية، مستندة في ذلك إلى خبرة النضال المشترك في حقبة التحرر الوطني في النصف الثاني من القرن العشرين وما أقامته معها من مؤسسات دولية وإقليمية كحركة عدم الانحياز وحركة السلام العالمي ومنظمة الوحدة الأفريقية وغيرها. إن النضال الذي ستخوضه الأمة العربية لا يقتصر فقط على تحرير الوطن العربي من مظاهر النفوذ السياسي والعسكري من السلم في القواعد العسكرية والمناورات المشتركة والاقتصادي ممثلا في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي أججت الصراع الطبقي في بلادنا وأوقفت مسيرة الدول العربية نحو بناء اقتصاديات مستقلة وقوية ببيع القطاع العام والعدول عن سياسات التنمية المستقلة وإغراقها في الديون. ومن هنا أهمية العمل العربي المشترك للعودة إلى سياسة التنمية المستقلة العربية الشاملة وتنفيذ برامج للعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى سياسة ضريبية تصاعدية تكفل التوزيع العادل للثروة القومية فضلا عن المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في ثرواتنا الطبيعية بما يضمن لها مستوى معيشي أفضل. إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وإن الصراع الدائر بشأنها هو صراع بين الأمة العربية والصهيونية العالمية والرجعية العربية، وعلى ذلك فإن النضال العربي الشامل لا يستبعد أي شكل من أشكال النضال بما في ذلك الكفاح المسلح الذي هو حق أساسي للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى نضاله السياسي والاقتصادي، فقد أدت التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من مساعدة عربية حقيقية بعد إخراج الجيش المصري من دائرة الصراع العربي الصهيوني بتوقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد وبالغزو الأمريكي للعراق الذي أخرج الجيش العراقي من هذا الصراع، وما حدث في سوريا من نزاعات كادت أن تودي هي الأخرى إلى إخراجها من هذا الصراع، فاختل بذلك التوازن بين القوى العربية من ناحية والكيان الصهيوني والدول الاستعمارية من ناحية أخرى. ولا يملك الشعب الفلسطيني إلا أن يمارس حقه في الكفاح المسلح من أجل تحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك تطبيقا لمقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، والذي يشمل أيضا حق الشعب الليبي والشعب اليمني في استعادة الدولة بكل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح. إن الاحتفال بالذكرى المئوية بميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر يكتسب قيمته من استخلاص الدروس المستفادة من النضال العربي من خلال العقود الماضية وتوفير السبل التي تتمكن من خلالها الأمة العربية من استعادة حقوقها وبناء دولتها القومية المستقلة بما فيها تحرير الأرض الفلسطينية. إن نضال الشعب العربي في العراق وسوريا وليبيا واليمن وتحقيق الانتصار على الدول الاستعمارية والإرهاب والفتن المذهبية والطائفية لدليل على قدرة الأمة في بناء مستقبلها الحضاري الذي نتطلع إليه. عبد العظيم المغرب. الحقيقة أنا بشكرك أحمد طنطاوي. احنا لي 9 مداخلات والموضوع كان حيوي ومهم، خاصة كمان بعد ما وانا مش عارفة هو خلاني وقفت كده، والكلمة الأخيرة التي أرسل بها الأستاذ عبد العظيم.